أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تنكيس السور؟ كيف تنكيس السور؟ تجوز قراءة هذه قبل هذه، لا بأس أن يقرأ قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، يجوز هذا، لكن الأولى الترتيب، هذا هو الأولى. نعم، أحسن الله إليك. تنكيس الآيات هذا حرام وباطل، تنكيس الآيات هو اللي ما يجوز. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة، يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا حرام ما يجوز. نعم،